الأخير ثلاث نقاط، وإحنا جينا هنا تلمسان بحثا عن ثلاث نقاط، نعرفوا وضعية النفسية الصعبة والمشاكل اللي عند الفريق هذا. التوفيق في المباراة ما كانش كامل، لأنه كان هناك في كرة القدم ما يسمى بالاستهتار، قلة الاحترافية، قلة التركيز عند اللاعبين. في فترة من فترات لعبنا بالنار وأصبحنا تحت تهديد هدف التعادل، فهذا شيء يغضبني كثيرا. لست راضي على بعض فترات المباراة، لكن في بعض الفترات الأخرى كنت راضي. لذلك نقول أنه أوكي فرحانين، لكن فرحة منغصة شوية بصراحة، قولها بصراحة حتى من وجهي تنجموا تفهموا. على كل سأكتفي بثلاث نقاط، وباش نقعدوا دائما تقريبا مع الرباعي ولا الخماسي اللي متصدر. احنا لا، قلت لك اللي هو الاستسهال، التساهل، الحجرة، مالكش تقولوا لها انتوما. والسيناريو هذا قاعد يتكرر، مالك علاش يخوف؟ لانه صار معنا في مباراة مقرة، كنا رابحين هدف لصفر ومقرة ترد لهم الحكم لاعب ولينا في أفضلية عددية، لكن مقرة هي اللي خذت زمام المبادرة ولعبنا بالنار شوية، لعدلوا لنا مع جياسكا كذلك على ميداننا، صرفنا نفس الشيء. لازم اللاعبين يعرفوا في قادم المباريات، فانه احنا نقول انه تقريبا قريب للمرحلة ثلث الدوري، تو باش تولي كل نقطة بحسابها، وباش تدخل الكأس الإفريقية عن قريب بعد شهر ونص تقريبا ولا شهرين. إرهاق، التعب، الضغط، لازم اللاعب يكون أكثر تركيز فقط. لكن سأكتفي بأنه ثلاث نقاط أهم شيء جينا بالنسبة لي واخذيناهم الحمد لله. شوف قبل شهرين من بداية المنافسة هناك فرق اللي أنت تشوفهم أمورهم ماهيش مية، أمورهم ماهيش 100% في الدوري تبعهم، أوكي، والترشح متاعهم كان صعيب. بعد شهرين لا دون شانج، تتغير الأمور. شهرين فيها الكثير من العمل باش تفتح السوق متاع الانتدابات، نجم الفرق اللي ماهيش في أفضل حالاتها تعزز، هناك فرق اللي هي في أفضل حالاتها ربما بعد شهرين ينزل المستوى متاعها. احنا اليوم عرفنا المنافسين متاعنا. الشيء الإيجابي بالنسبة لي أنا أنه التنقل إلى تونس سيكون سهل من ناحية المواصلات، لأنه نعرفوا أن الاتحاد طرابلس يلعب في الأراضي التونسية، عندنا الجياسكا الفريق الجزائري، فبش نلعبوا تقريبا على ميزون. التنقل الوحيد الصعيب اللي هو في جنوب أفريقيا، إيه أنكور بين ظفرين، إسواتيني فيها اللي هي لاسقة في جنوب أفريقيا فيها المتحور متاع أوميكرون هذا، ربما يلعبوش هناك إن شاء الله. معنى أنا أقول على مستوى الترحال والتنقل اللي تعبنا برشا احنا في مباراة أكرا، نقول أنه القرعة مليحة كما تقولوا أنتم. لكن بالنسبة للمنافسين وقياس قيمة المنافسين، سي ترو تو دو جوجي لي ادفيرسير، تو سي ترو تو. مازال بكري. اون جورا لا ميزون مع الجي اس كا، معناها في الجزائر، اوكي، معناها اون الجيري مش الجزائر العاصمة. وبالنسبة للترقب نتاع اتحاد طرابلس انور دو فول، معناها كاين احنا ماشيين نلعبوا في وهران ولا في تلمسان تاخذ لنا ساعه الطياره. دونك هذيك الجانب الايجابي نتاع القرعه نتاعنا. شفتوا اليوم احنا بصراحه مع احترامي لوداد تلمسان، اليوم كنا نسجلوا 5 أهداف، معناها احنا مرتاحين. المهم صرام بعمليه التاقلم ما صارتش تقريبا، وكانه ماهوش نفس اللاعب اللي شفناه تقريبا، وكانه ماهوش نفس اللاعب اللي عايناه على اشرطه الفيديو اللي شفنا الارقام نتاعو. دونك هذه حاجه تصير في كرة القدم، أنك تنتدب لاعب بيان سور وتصرف عليه وما ينجح لكش. تعامل متاعنا احنا كأي طرف فني إلى حد يوم الناس هذا تعامل متاع احترام، وكأنه معنا جزائري موجود يتدرب معنا، لكن ما هوش موجود في 18، لأنه مقتنعين أنه ما يقدرش يعطينا الإضافة بالنسبة للاعب أجنبي بين ظفرين مش لاعب محلي فقط. هذا ممكن يكون مساعد، ممكن تسرحوا؟ أكيد مش ممكن، أكيد أنه بشي غادر الثورة بحول الله إن شاء الله. معنا العملية ما تكونش معقدة، تعرف العرس سهل وطلاق صعيب، معروف هذي. دونك إن شاء الله العملية معنا ما تخذناش برشا وقت، إن شاء الله الإدارة واللاعب كذلك يلقاو أرضية متاع تفاهم إن شاء الله بحول الله. لا مباراة اليوم ما كانتش سهلة، ويلعب لك فريق يعرف يلعب كرة القدم معروف باللعب تاعه، سواء كانت النتائج ما كانت مساعداته احنا كنا عارفين هذا الشيء. الحمد لله احنا عرفنا كيف نحضروا المقابله وقدرنا نجيبوا 3 نقاط خارج الميدان.
الفريق هذا فريق تاع المدينة تاعي، ونتمنى له توجور يكون مليح. إن شاء الله إن شاء الله تحسن الأحوال، إن شاء الله يعاونوا هذا الفريق، خاطر هو الفريق اللي الواحد اللي راه يمثل ولاية تلمسان في الناسيونالين. إن شاء الله ما ماشي حاجة كبيرة، ولا إن شاء الله يوقفوا معاه ويعاودوا يعاودوا الفريق من جديد إن شاء الله. هو القرعة اليوم عرفنا الفرق اللي احنا نلعبوا لها، وين كاين فريق البطولة تاعنا هو شبيبة القبائل اللي معروف هذه المنافسة، والعام اللي فات كان وصل لفينال. تسمى جروب ماتش حيكون ساهل، حنا نحضروا مباراة تاعنا نجيرو بارما ماتش بار ماتش. إن شاء الله كي تجيك بدافريك تكون عندك هلي ما شاء الله.